بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا مع حضراتكم كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9:30 عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت في الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى. النص الاول من حلقتنا بيبقى مجموعه من الاخبار، والنص الثاني بيبقى فقره حواريه مع احد ضيوفنا وابطالنا. الحقيقه مش بس ابطالنا بيكونوا يعني رياضيين، لعيبه يعني دايما اللعيبه هم بيبقوا نجوم الشباك وبيكونوا هم طبعا يعني الحلقه الاهم في الرياضه، ولكن في حلقه مهمه جدا جدا ولا تقل اهميه من وجهه نظري انا، اهميه عن دور اللاعب في الملعب، وهو الكوادر الاداريه. مصر ولاده، مصر مليئه بالكوادر الرياضيه المصريه الجيده جدا، وده دورنا هنا في برنامج الابطال ان احنا نحط الضوء على هذه الكوادر الحقيقه اللي بتشرف مصر في كل مكان. احد هذه الكوادر الدكتور ايهاب امين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز. مش بس كده، هو ايضا رئيس الاتحاد الافريقي، واستطاع ان يفوز برئاسه الاتحاد من حوالي 3-4 شهور في منافسه شرسه جدا، في انتخابات شرسه مع منافس قوي الكابتن علي زعتر الجزائري رئيس الاتحاد الافريقي السابق، بيتربع على الاتحاد يعني عشرات السنوات، مقر الاتحاد في الجزائر، مقر الاتحاد الافريقي في الجزائر. اذا كان صعب جدا دكتور ايهاب امين يخش الانتخابات ويفوز بيها، كانت على هامش انعقاد الجمعيه العموميه في انطاليا بتركيا. الانتخابات كانت شرسه جدا، عشان يخش يحرك او ياخد مكان احد المرشحين اللي هو اوريدي، او هو يعني هو رئيس الاتحاد، يعني الانتخابات جريت وعلي زعتر او كابتن علي زعتر هو رئيس الاتحاد، فعشان يخش الدكتور ايهاب امين و يعني يفوز بثقه الجمعيه العموميه كان امر صعب جدا. طب ده بيفيدنا بايه؟ لا، هيفيدنا في حاجات تانية اقولها لكم عليها كمان. اول حاجه كمان انه بقى عضو في المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي. اذا كوادرنا الرياضيه، كوادرنا الرياضيه دلوقتي لازم تخش في كل الهيئات الرياضيه الاقليميه والعالميه. لازم نرجع لدورنا السابق واللي بناخده واحده واحده، واللي بناخده واحده واحده. احنا عايزين يبقى عندنا طبعا دكتور حسن مصطفى، طبعا رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد وعضو اللجنه الاولمبيه السابق الدوليه، عايزين كوادر كثيره زي الدكتور حسن مصطفى وقدوه وقامه كبيره، عايزين مصر ولاده وتقدر. فالحقيقه الدكتور ايهاب امين من احد الكوادر المصريه اللي بينبأ ليها بمستقبل كبير جدا، لان صدقوني في الملعب مش هتقدر تعمل حاجه من غير كوادر اداريه قويه. طيب ايه الجديد؟ الجديد انه دكتور ايهاب امين تولى الاتحاد 3 سنين، من 2017 نقول لاربع سنين، وبعد كده فاز بثقه الجمعيه العموميه كرئيس الاتحاد المصري 4 سنين اخرى. في الاربع سنين اللي قعدهم عمل طفره كبيره جدا في اللعبه، عمل رقم واحد زود البنيه الاساسيه للعبه، وزود عدد المشاركين، عدد نشر اللعبه على قد ما يقدر في الاربع سنوات. نجحنا في تنظيم كاس عالم كان على ارض مصر بشكل ابهر العالم كله، مستضيفين كمان السنه دي بطولات دوليه وعالميه، مش بس كاس العالم، في بطولات دوليه مصر استضافتها السنه اللي فاتت ونجحنا فيها الاثنين اداريا وفنيا. وزي ما قلت لكم الاتحاد عشان يبقى اتحاد ناجح من وجهه نظري لازم يكون ناجح اداريا وناجح فنيا، بيستضيف البطولات وعنده دوري قوي ومنافسات قويه، وفي نفس الوقت بيعد لعيبه تمثل مصر واسم مصر هو يعني غايه كل لاعب، واللي احنا بنعمله ده كله عشان في الاخر مصر تتوج بالبطولات. فلما تنجح فنيا واداريا انا في رايي ده اتحاد ناجح. حاجه من اتنين يبقى نجاح، بس نجاح منقوص، لازم الاتنين فني واداري. دكتور ايهاب امين من احد الكوادر الحقيقه اللي عندها كلام كتير، الانتخابات وشراستها وازاي نزلها، لما تسلم في شهر 12 اللي فات رئيس الاتحاد الافريقي ايه احلامه وطموحاته، بيفكر ازاي للعبه دي، هل عنده امال وطموحات مع اللجنه الاولمبيه الدوليه؟ هنشوف الكلام ده كله في الفقره الحواريه اللي هيكون ضيفنا فيها الدكتور ايهاب امين. هنروح لاخبارنا، بس قبل ما نروح لاخبارنا طبعا ما ينسناش ابدا ان احنا نبارك لفريق كره القدم الفوز امبارح على المريخ 3-2 في مباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه حسينا بروح المكسب، بالرغم من ان المباراه راحت وجت، ولكن انا كمشاهد والله ما كانش عندي شك 1% ان احنا نكسب، لان اللعيبه ادتني الروح ده من اول دقيقه بدليل الهدف المبكر اللي جابه محمد شريف. الهدف المبكر ده نتيجه اللعيبه دخلت في الجيم بدري، داخلين مركزين في روح، بالرغم التعادل وكان فاضل تلت ساعه الفريق قدر انه يعوض بالروح، صدقوني بالروح، الروح كانت عاليه جدا جدا امبارح، يمكن وهو ده اللي اتعودناه من فريق كره القدم في النادي الاهلي، وقت الجد بتلاقي روح وبتلاقي رجال في الملعب. الف مبروك، ان شاء الله القادم افضل، كل الدعم للفريق. يمكن
خط الدفاع الصبر شويه، لانه طبعا انتوا عارفين ان خط الدفاع عندنا فيه لعيبه يعني كتير ما لعبتش مع بعض لسه، في ما فيش هارموني بينها من بعض، منعم رامي ربيعه، يعني مجموعه محتاجه ماتشات، محتاجه وقت ياخدوا يفهموا بعض. انتوا عارفين خط الدفاع بيكون اهم حاجه فيها هي الهارموني، ازاي بنطلع نكشف الاوفسايد مع بعض، ازاي بيتحرك انا بقابل انت بتغطيني، بيتحركوا كلهم بهارموني واحد. الهارموني ده هيجي مع الماتشات، ما نقلقش، مع الماتشات خط الدفاع هيبقى قوي جدا. التفاعل خط الدفاع مع حارس المرمى، الكلام ده كله بيجي مع المباريات. انا مش قلقان خالص، والحقيقه فرقتنا امبارح الروح بتعوض اي شيء تاني، الروح كانت موجوده وكانت عظيمه وكانت الروح قويه جدا، وشفنا حتى الجماهير اللي كانت في النادي او في استاد السلام امبارح وهي بتتابع المباراه وبتشجع فريقها ما سكتتش لحظه، لان شايفه قد ايه الفرقه او قد ايه اللعيبه بتادي اللي عليها. طبعا الف مليون مبروك، القادم افضل ان شاء الله، عندنا مباراه قويه في الدوري الاسبوع ده ان شاء الله، مباراه افريقيا المتبقيه ان شاء الله، فوز باذن الله، كل توفيق لفريق الكره وكل الدعم للجهاز الفني واللاعبين في الفتره القادمه. هنروح ل برضه خبرين في الانتر، يمكن مش معانا في الاخبار بس لازم ننوه عنهم. الاسبوع ده كان عندنا مباراتين مهمتين، مباراه في كره اليد مع سبورتنج في دور الثمانيه كاس مصر، وكانت المباراه في صاله نادي سبورتنج، وللاسف لم نوفق، خرجنا من كاس مصر لكره اليد رجال، ولكن يبقى عندنا الدوري ان شاء الله. مباراته يوم الاربعاء القادم، اول مباراه مع سبورتنج، ثم طلائع الجيش خميس، ثم الجمعه نادي الزمالك، ست مباريات ان شاء الله نقدر نفوز بالدوري. كل الدعم للفريق، خلاص مباراه سبورتنج صفحه واتقفلت، نفكر في اللي جاي، كل الدعم، عايزين اللعيبه تخرج من الحاله، احنا مفيش مشكله خالص، عندنا بطوله جايه نركز فيها، نركز فيها ونركز فيها ونركز فيها، لان ان شاء الله بطوله الدوري مهمه جدا، ونتمنى ان شاء الله الفرقه تفوز بيها. وايضا زي ما قلنا على فريق كره القدم، بنقول على كره اليد كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين، وكلنا ثقه ان شاء الله في روحهم وادائهم ونواياهم، ان هم ان شاء الله عايزين يكسبوا. كل التوفيق لفريق كره اليد. نفس الكلام حصل لكره السله سيدات ايضا من سبورتنج، ويبدو انه اسبوع يعني سعيد على نادي سبورتنج. الحقيقه خسرنا للاسف امبارح كاس مصر للسيدات لكره السله من سبورتنج، يمكن الفرقه ما كانتش احسن على احسن حال، ولكن برضو صفحه واتقفلت، نفكر في اللي جاي. دايما اللعيب الكبير او الفرقه الكبيره دايما اي مباراه بحلوها وبمرها بتتعلم منها وتقفلها وتبص على اللي جاي. عندنا دوري السوبر، الدنيا مش بعيده، نفس الفريق ده، وعلى فكره مش بس يعني في البطوله دي، ولكن في بطولات كتيره عودونا ان ممكن يبقوا متاخرين ويفوزوا، يبقوا متاخرين ماتش او اتنين عن الفريق وبعد كده يتعادلوا ويفوزوا بالبطوله. فرقه البنات في الباسكت الحقيقه ما فيش معايير ما فيش مقاييس، ولكن بالروح برضو نقدر نعوض. انسوا خالص المباراه، رسالتي يمكن للاعبات والجهاز الفني، انسوا صفحه سبورتنج، تعلموا من اخطائنا، ولكن يبقى رساله مشتركه لكره اليد و كرة السلة سيدات. الدفاع، الدفاع هو كلمة السر في الفوز. لو نزلنا ما كناش موفقين على الإطلاق في الهجوم، ولكن دفعنا هنكسب. الدفاع مش محتاج تمرين كتير، مش محتاج، هي الروح، لو عندك روح وبتدافع صدقوني هتكسبه. يا جماعة يا ريت رسالتي توصل لكل اللاعبين واللاعبات. خلاص الدوري او البطولات في مراحلها النهائيه، مفيش وقت اي مدير فني هيجي او حتى احسن مدرب في العالم مش هيقدر يدي حاجه جديده، ولكن الروح والدفاع هتكسب البطولات. رسالتي فريق كره اليد، كره السله، كل الفرق الحقيقه الجماعيه اللي عندها مباريات قادمه، الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع. في الباسكت بول في امريكا لما بيحيوا يقولوا 1 2 3 في الاخر، ما بيقولوش اسم الفريق، بيقولوا ديفنس، يعني 1 2 3 التحيه، يعني في اي نادي بيقولوا شعار النادي او اسم النادي. في التايم اوت، في تايم اوت او في اي مباراه بيقولوا 1 2 3 ديفنس. ليه؟ لان الديفنس هو او الدفاع هو اللي بيكسبك البطوله. الدفاع يا جماعه مفيش عذر، ممكن تبقى مش موفق ولكن ما عندكش عذر انت ترجع ارتداد سريع في الدفاع، تفقد الكره ترجع تدافع، ما تجيبش باسكت او فقدت الكره، ولكن اللي قصادك برده ما يحطش باسكت. نفس الكلام في كره اليد، ما حدش يخش المنطقه تبقى يعني لعب برجوله ودفاع والتحامات قويه. الدفاع صدقوني يا جماعه كلمه السر، مش الهجوم خالص. الهجوم زي ما شفنا في ماتش اليد الاهلي والزمالك، متاخرين فرق 7 وطلعنا فرق هدف، الهجوم بيجي في اي لحظه، اللي عمل التيرنينج بوينت الدفاع. فيا جماعه رسالتي لكل الفرق، ركزوا على الدفاع، يا رب الرساله توصل ان شاء الله، والقادم افضل لكل الفرق داخل النادي الاهلي. هنروح لاخبارنا وهنبتدي بكره اليد سيدات، عندنا مباراه في بطوله القاهره
مع نادي الجزيرة. المباراة يوم الثلاثاء القادم بإذن الله. المباراة تلعب الساعة 8 بالليل على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. فرقتنا كانت لعبت ماتشين ودين مع أصحاب الجد وسموحة وفزنا بيهم الحمد لله، واللي كانوا في اسكندرية أول امبارح بيقود الفريق كابتن يحيى يوسف. فرقتنا بتستعد طبعا كمان بالمباراة دي لاستئناف الدوري، واللي هيكون برضو قدام نادي الجزيرة يوم الجمعة اللي جاية بإذن الله. يعني هنقابل الجزيرة يوم الثلاث في بطولة القاهرة، وهنقابلهم تاني إن شاء الله يوم الجمعة القادم في الدوري. وانتوا عارفين الدوري في كرة اليد سيدات دلوقتي بقينا 6 فرق بس، ال 17 أو 18 فرقة السابقين خلاص تم حصر الدوري، أو ال 11 فرقة 12 فرقة تم حصرهم لست فرق فقط. الست فرق هم اللي بينافسوا دلوقتي على بطولة الدوري. أول مباراة إن شاء الله مع الجزيرة يوم الجمعة القادم، إن شاء الله نحافظ على الثلاثية زي ما احنا تعودنا على فريق كرة اليد سيدات دوري كأس بطولة القاهرة، وإن شاء الله الجيل ده يقدر، الجيل ده يقدر. هنروح على كرة السلة رجال، عندي أخبار إن شاء الله حلوة تطمنكم. عندنا مباراة أصحاب الجاد يوم الثلاث اللي جاي إن شاء الله في كأس مصر، عندي أخبار كويسة وهي حالة المصابين. طبعا الفريق الأول بيستعد لأصحاب الجهاد في دور الثمانية في بطولة كأس مصر في حالة فوزنا إن شاء الله على أصحاب الجهاد، والمباراة تتلعب على صالة الأمير عبدالله الفيصل في يوم الثلاثاء القادم في موعد مباراة أو يوم نفس يوم مباراة بيراميدز النادي الأهلي وبيراميدز بإذن الله في الدوري كرة القدم. في حالة فوزنا على أصحاب الجهاد إن شاء الله هنلاعب الزمالك يوم السبت القادم في مجمع دكتور حسن مصطفى قبل النهائي. الزمالك والمصرية اتصالات، مصرية اتصالات بس الاوقع الزمالك، انا بقول ان الاوقع هيكون الزمالك لانه مصرية اتصالات الحقيقه يعني يمكن بس ماتشات الكؤوس ملهاش اي حسابات، ماتشات الكؤوس ملهاش اي حسابات، فمن الارجح ان احنا نلعب الزمالك يوم السبت. ولكن حاله المصابين ده اللي يهمني، حاله فرقتي. انتوا عارفين المنتخب راح 7 لعيبه، يعني الحمد لله على كل شيء، رجع 4 مصابين من السبعه. رجع عمر عزب كسر في انكل رجله، اصابه كبيره 100% خلاص الموسم كده بالنسبه له. عندنا الاصابه الثانيه كان عبد الله ناصر مزق في منشا العضله الاماميه، عندنا سيف سمير مزق في الخلفيه، وعندنا ايضا عمر طارق كدمه قويه في الركبه. طيب حاله الاربعه المصابين ايه؟ الحمد لله هبتدي بالاصابه الاول عمر عزب خلاص، يعني زي ما قلت لحضراتكم الاصابه عمر طارق الاكبر كانوا قالوا عمليه مش عمليه، لا الحمد لله ما فيش عمليه. عمر طارق عنده كدمه قويه جدا في الركبه، عمل ترشح وتجمع دموي. التجمع الدموي ده مش محتاج تدخل جراحي، هو وقع على ركبته وقعه جامده ولكن مش محتاجه تدخل جراحي، هي محتاجه ادويه وراحه وبعض تمارين او بعض الاداء العلاج الطبيعي يعمل ريموف لهذا التجمع الدموي في ركبته. منتظر قد ايه؟ يعني وقت اسبوعين، والجهاز الطبي في نادي الاهلي بيعمل ملحمه الحقيقه. الجهاز الطبي في نادي الاهلي بيعمل ملحمه كبيره عشان يخلي اللعيبه تلحق الادوار الاقصائيه. عمر طارق ان شاء الله اسبوعين باذن الله يكون موجود وان شاء الله يلحق الادوار الاقصائيه باذن الله. طيب مروان سرحان كان مصاب قبل كده وكان عنده شرخ في صباع، جبس ايده تمام زي الفل، بيتمرن دلوقتي لوحده يمكن يوم او اثنين او ثلاثه بالكثير وهيخش التدريب الجماعي. فمروان سرحان اضافه قويه مركز 4 بعد غياب احمد حمدي، ان شاء الله عمر سرحان او مروان سرحان هيكون اضافه قويه. طيب عبد الله ناصر شفي تماما والنهارده بيشترك في التدريبات الجماعيه بكل سلام، لانه طبعا زي ما قلت لحضراتكم الجهاز الطبي عكف على يعني تجهيزه، واللاعب كل ما اللاعب صغر كل ما الريكفري من الاصابات كان احسن. عبد الله ناصر صغير فاصابته ما خدتش وقت طويل مع الجهاز الطبي الحمد لله. عبد الله ناصر في الملعب، سيف سمير الحمد لله رب العالمين لعب المباراه الوديه اللي فاتت وجاهز وللمشاركه، اذا احنا ما عندناش غير حاله واحده اللي ممكن ما تلحقش معانا الموسم وهو عمر عزم، نتمنى له الشفاء اهم حاجه سلامته. وعمر طارق هيلحق ان شاء الله كمان اسبوعين من الان. دي الاصابات ودي حاله فرقتنا، بطمنكم عندنا اصحاب الجهاد ان شاء الله مباراه قبل النهائي تبقى يوم السبت مع الفائز من مصرية الاتصالات ونادي الزمالك. طيب خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل اخبارنا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه كره الطايره رجال في نادي الاهلي ماشيين ما شاء الله كويس جدا، والمباريات ماشيه كلها على وتيره واحده الحمد لله 3-0. يمكن الدور التمهيدي طلعنا منه، اتحاد الكره الطايره استحدث نظام جديد وهو دوري النخبه للثمان فرق المتاهله للنهائيات. عمل ايه؟ لعبهم كلهم مع بعض عشان يرتب من الاول للثامن، عشان ما فيش حد يقول لك انا طالع مثلا من مجموعه قويه او مجموعه ضعيفه، لا كله هيلعب بعضه وهيبقى يعني ترتيب من الاول للثامن، عشان بعد كده الاول يلعب الثامن والثاني يلعب السابع
والثالث يلاعب السادس والخامس والرابع يلاعب الخامس. دي الادوار الاقصائيه يلعبوا بيست اوف 3 عشان اللي يكسب مباراتين يصعد لقبل النهائي وكذلك النهائي. احنا لعبنا اربع ماتشات، لعبنا الطيران الاتحاد الاسكندري سموحه هليوبلس وفزنا النهارده على هليوبلس 3-0، الف مليون مبروك. عندنا مباراتنا اللي جايه ان شاء الله هتبقى مع الاتحاد السكندري، مهم جدا ان احنا نكسب المباريات كلها، ولسه مع الزمالك كمان عشان لا الاتحاد السكندري احنا كسبناه، لسه عندنا مباراه مع الزمالك وطلائع الجيش وبتروجيت. لو فزنا بتلات مباريات يبقى احنا اول دوري النخبه ان شاء الله، وده متوقع باذن الله، مش شيء بعيد عن فرقتنا بنتائج ان شاء الله المتميزه. ومش بس بنكسب ب3-0 باريحيه، يعني حتى مباراتنا مع هليوبلس 25-19 25-12 25-12، يعني نتائج مريح الفرقه في روتيشن. لما النتائج بتبقى عاليه الروتيشن بيحصل على اللعيبه والدنيا بتبقى كويسه جدا. كل التوفيق لفريق كره الطائره الرجال، كلنا ثقه ان شاء الله في كابتن محمد مصطفى الحميد، وان السنه دي البطولتين. يمكن السنه اللي فاتت لم نوفق في الكاس وخدنا الدوري، السنه دي لا بديل قدام كابتن محمد مصطفى الحميد، هو اللي بيقول مش احنا، بيقول لا بديل غير الفوز بالبطولتين. وان شاء الله بطوله افريقيا اللي هتلعب في مدغشقر في مايو القادم ان شاء الله تحدد ميعادها، مشاركه الاهلي من عدم، وده موضوع متروك لمجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الفني واداره النشاط الرياضي. لما نعرف ان شاء الله واي اخبار في هذا الصدد اكيد هنقول لحضراتكم فور اعلانه او فور النادي الاهلي اعلان النادي الاهلي عن ذلك. هنروح لكره الطائره سيدات، برضو كان عندنا مباراه مع سموحه في صاله الشهداء، الصاله الصغيره في مقر النادي الاهلي الجزيره، وفزنا بنتيجه 3-0 25-11 25-11 25-14. ايضا فريق كره الطائره سيدات بقياده الكابتن حمدي الصافي ماشيه بشكل جيد جدا جدا، بتكسر كل مباراه بتكسبها بتكسر رقمها، لان هي الحقيقه دلوقتي بتتربع على عرش الفرق كره الطائره سيدات في العالم، اكثر فوز متتالي، بيحطموا ارقامهم ان شاء الله يوصلوا لفوق ال 100 زي الرجال. كاميرا الابطال كانت موجوده في المباراه، سجلنا التقييد هتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع تاني. بنبقى داخلين كل مباراه مركزين فيها ان احنا التارجت بتاعنا ان احنا ما نخسرش اي ماتش، بنبقى ملناش دعوه بنلعب فرقه قويه فرقه ضعيفه، كل فرقه بتيجي قدام الاهلي بتبقى عايزه تثبت نفسها يعني اكيد، فاحنا بنبقى نازلين مركزين قوي في الماتش، فالحمد لله ربنا بيكرمنا بنقدر نفوز. يعني يمكن هي حاجه مش سهله خالص ان احنا نبقى محافظين عليها يعني، بس فعلا احنا يعتبر من اكتر الفرق اللي بتتمرن في النادي غالبا، يعني على طول بيبقى عندنا تمرين وعلى طول بيبقى داخلين بجد فعلا مش بنستهتر باي فرقه وكده، فيمكن ده اللي بيخلينا الحمد لله نقدر نبقى عاملين حساب لكل فريق، فده اللي بيخلينا نقدر نكمل يعني الحمد لله. الحمد لله على فوز النهارده، يعني الحمد لله احنا كده بنقرب ان شاء الله ان احنا نكمل الدوري بالنقاط كامله ان شاء الله. طبعا كنا بندس فرقه سموحه من اخر ماتش من يوم الاثنين كنا بنجهز له، والحمد لله قدرنا من اول شوط ان احنا نقدر نسيطر على الماتش، فالحمد لله الثلاث جيمات خلصوا على سكور كويس يعني بالنسبه لينا. طبعا احنا الحمد لله يعتبر الفريق ال 14 لعيبه واللي بره كمان السكور لعيبه على اعلى مستوى، فبيكون في اختيارات كتير الحمد لله الكابتن حمدي ان هو يقدر ينوع في اللعب. في ماتشات بيكون ليها لعيبه طبعا معينه، وبنقسم الماتش زي ما شفنا النهارده ما بين يعني يعتبر لعبنا فرقتين مختلفين وما كانش في اختلاف، فيمكن الحمد لله الميزه عندنا ان احنا يعتبر الفرقه كلها قويه الحمد لله. احنا خلاص ان شاء الله الماتشات الجايه تعتبر اصعب ماتشات، كلهم قريبين مننا في النقط، هنلاعب خلاص داخلين على ماتش سبورتنج الماتش الجاي طبعا ماتش قوي، وماتش الزمالك والصيد، فيعتبر من اكتر الثلاث فرق اللي بتنافس معانا على الدوري، فمن بكره ان شاء الله مش هناخد اجازه، هنركز ان شاء الله على الماتشات الجايه نحن ان شاء الله نقدر نحسمها بدري ان شاء الله. والله كانت مباراه يعني الحمد لله كويسه، والفريق الحمد لله احنا استخدمنا كل الفريق يعني كل اللعيبه نزلت الماتش، والحمد لله الامور ماشيه تمام باذن الله. احنا قبل اي مباراه بنعمل يعني التمرين قبليها اللي هو بتاع لا وتراي ماتش، بنقعد نحفظ اللعيبه ونفهمهم ممكن يعني ماتش يبقى فيه ايه ويعملوا ايه، وتبقى هم ماشيه معاهم يعني بسهوله يعني في الماتش. والله احنا بص الحمد لله في الاهلي فرقه كبيره فرقه محترمه، عندنا الحمد لله 14 لاعب مميزين، بنحاول نمشي الملعب لو ماتش متوسط بنحاول نشارك كل اللعيبه عشان يبقى كلهم يعني عندهم فورمه ماتشات كويسه. طبعا بنستعد لاي ماتش جامد بشكل معين يعني بيبقى تمرين مكثف، بنحفظ اللعيبه الناحيه الثانيه بيبقوا اسلوبهم ايه في اللعب ونحاول نحفظهم، والحمد لله يعني بيستجيبوا معانا اللهم لك الحمد. كل
كل التوفيق لفريق كرة الطائرة. سيدات هنروح للسكواش، سكواش النادي الأهلي. عندنا يوسف سليمان أحد نجومنا النجوم الدوليين والكبار، النجوم الحقيقة، مركز ال 15 على مستوى العالم في السكواش، رقم أو ترتيب يعني جيد جدا. يوسف سليمان يشارك في بطولة أوبتاسيا للسكواش بإنجلترا. طبعا البطولة دي تلعب من 6 لحتى 11 مارس اللي احنا فيه، وهتكون في العاصمة الإنجليزية لندن، والبطولة مجموعة جوائزها 110,000 دولار. يوسف هيلعب في دور 32 مع الفرنسي لوكاس سيروم طبعا النهارده بالليل. يوسف لو قدر يعدي النهارده باذن الله يلعب دور ال 16 مع بطل العالم السابق المصري اللاعب الدولي السابق محمد الشرباجي، وبكده يبقى بطوله مهمه ل يعني يوسف سليمان عشان يجمع نقاط اكتر من النقاط دي تقدر تخليه يعلى في الرينك. هو في الرينك، هو من ترتيبه ال 15 من احسن 16 لعيبه على العالم، هو ده ترتيب جيد جدا. كل التوفيق ليوسف سليمان، وايضا طبعا مصطفى عسل لاعبانا او اللاعبين الدوليين بالنادي الاهلي. هنروح لمنتخب الناشئات لكرة اليد، والحقيقة اللي قدر يفوز ببطولة أفريقيا في غينيا ويتأهل لكأس العالم. ألف مليون مبروك منتخبنا الوطني لناشئات كرة اليد تحت 18 سنة، مواليد 2004، حقق المركز الأول وفاز ببطولة أفريقيا في الفترة اللي اتلعبت في غينيا في الفترة من 26 فبراير ولحد 5 مارس. منتخبنا فاز في النهاية على غينيا في صاحبة الأرض والجمهور 35-31. المنتخب بدأ مشواره بالفوز على سيراليون بنتيجة 70-12، وبعد كده على جامبيا بنتيجة 57-11، وبعد كده غينيا بتساوي 78-7، والجزائر 53-20، وبعد كده الفاينل. المنتخب بيضموا في صفوفه 16 لاعبة: جنة صلاح، مريم محمد، فاطمة محمود، جهاد وائل، جودة أحمد، لبنى أشرف، ملك أحمد، ملك هشام، منت الله الحناوي، نادين طارق، نوال خليل، رنا العربي، شروق محمود، تؤى كامل، كنزي حاتم، لجين أسامة، مريم عمرو. كل التوفيق لكرة اليد المصرية وخاصة طبعا فريق الناشئات. ألف مليون مبروك، إن شاء الله يشرفونا في كأس العالم القادم. هنروح لأحد الأخبار المحلية وهو خاص بالنشاط البارالمبي بمصر. شيماء سامي تتوج بميداليتين في بطولة أسبانيا الدولية للريشة الطائرة لذوي الإعاقة. ألف مليون مبروك شيماء، دي صورة شيماء بنبارك لها وبنحييها. شيماء سامي لعبة منتخبنا الوطني الأول للريشة الطائرة لذوي الاحتياجات الخاصة، حققت ميداليتين في بطولة أسبانيا الدولية واللي اتلعبت في الفترة من 27 فبراير ولحد 6 مارس الجاري. شيماء سامي حققت ميداليتين دول في منافسات الفردي في تصفيات WH1، وكمان حققت البرونزية في تصنيف الفردي المدموج WH2 زائد WH1. شيماء كانت حققت المركز الخامس في المنافسات الزوجي المختلط، وده نفس اللي حققته ياسمين عيسى، واللي حققت نفس المركز في الفردي أو الزوجي المختلط. أما أحمد الدكروري فما حلفلوش الحظ، هارد لك يا أحمد، إن شاء الله القادم أفضل وإنه يصعد للأدوار النهائية لأن رؤيته كانت صعبة شوية. شيماء وياسمين هيسافروا بكرة إن شاء الله عشان يشاركوا في بطولة أسبانيا الثانية، واللي هتتلعب في المدينة في مدينة كارتاخينا الأسبانية. أما أحمد الدكروري فهيرجع على مصر إن شاء الله. البطولتين دول من البطولات المحطوطة على أجندة الاتحاد الدولي. كل التوفيق أو يعني لأبطالنا البارالمبيين، زيهم زي طبعا الأبطال الأصحاء، هنتابعهم الفترة الجاية بشكل كبير. هنروح للتنس الأرضي. محمد صفوت قدر يساعد منتخب مصر إنه يتأهل بالفوز على قبرص في كأس ديفيد للدور اللي بعد كده. محمد صفوت لاعب منتخبنا الوطني للتنس الأرضي نجح في قيادة منتخبنا للبقاء في المجموعة الأفرو أوروبية الثانية بعد ما فزنا على منتخب قبرص بنتيجة 3-1. المباراة اتلعبت طبعا على ملعب السنتر كورت في نادي الجزيرة. صفوت كان فاز بالماتش الأول فردي، وبعد كده للأسف كريم مأمون لاعب منتخبنا أيضا خسر الماتش الثاني. أما في المزدوج فزنا على الزوجي القبرصي، وكان ماتش طبعا صفوت الرابع مهم جدا، وقدر صفوت يفوز على بطل قبرص ويمنح مصر الفوز والبقاء في المجموعة الثانية الأفرو أوروبية. صفوت كانت تعرض لموقف صعب في آخر ماتش لأنه خسر المجموعة الأولى بنتيجة 7-5، يعني بتخسر المجموعة الأولى بتبقى صعبة، ولكن المجموعتين التانيين فاز بيهم 6-2 و6-0، فرق مستوى رهيب. نزل مجموعتين يعني زي ما بيقولوا بلغة الرياضة يعني أكل المنافس، بحيث أنه فاز يعني فرق كبير جدا جدا. كل التوفيق للتنس الأرضي. كده تكون خلصت أخبارنا. خلينا نطلع لفاصل عشان نستقبل بعد الفاصل دكتور إيهاب أمين، أحد كوادرنا الرياضية المصرية في الجمباز بل في الرياضة العالمية، ولكن بعد الفاصل. الحقيقة دكتور يعني فترة قصيرة توليت رئيس الاتحاد المصري يمكن من 2017، والحمد لله يعني الجمباز تصدر المشهد في أمور كثيرة سواء على النشاط الأولمبي أو على النشاط الدولي. بس خليني قبل ما أروح على نشاط الاتحاد خلينا أروح لرئاسة الاتحاد الأفريقي. رئاسة الاتحاد الأفريقي حضرتك رحت في حتة إحنا كدولة مصرية أو
مهتمين بالرياضه بالظبط، حابين جدا ان يبقى لينا كوادر في كل مكان. حضرتك خط رئيس الاتحاد الافريقي، جت الفكره منين وخدت المشوار ازاي؟ والله المشوار بدا من 2009، انا دخلت عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الافريقي، اخذت دورتين، بعد كده نزلت نائب رئيس الاتحاد الافريقي دورتين، حسيت ان التايم مناسب ان احنا مع التطور اللي بيحصل في الاتحاد المصري الجمباز بعد ما مسكت رئاسه الاتحاد المصري في 2017، دعم الدوله اللي موجود ممثل في وزاره الشباب والرياضه والامكانيات اللي موجوده والدعم اللي موجود، الشغل اللي عاملينه، الخطه اللي احنا عاملينها، فكان لازم ان احنا نخش وناخد الخطوه دي، لان الخطوه دي بتفتح لينا كدوله وكاتحاد مجال تاني كبير جدا. نمره واحد، هتتواجد في تبقى موجود في الاتحاد الدولي، وجودك في الاتحاد الدولي هينعكس ايجابيا بشكل او باخر على الاتحاد المصري وعلى اللعبه في مصر. اول ما بدانا الفكره او يعني الخطه دي اساسا كانت موضوعه من بدري، وانا يمكن بعمل بلانز طويله المدى شويه. اتناقشت مع معالي الوزير دكتور اشرف صبحي، دردشت معاه بشكل في اجتماع كامل، كان موجود في كاس العالم السنه اللي فاتت موري وتنابي، وقعدنا معاه رئيس الاتحاد الدولي بالظبط كده، ودكتور اشرف اتكلمنا معاه في السنه اللي فاتت، يعني الموضوع كان بيتجهز له بقاله فتره طويله. ممتاز. دكتور اشرف ساعدني كتير جدا في هذا الموضوع، برضو اللجنه الاولمبيه مهندس هشام برضو ساعدني، اللي هو احمد ناصر رئيس اتحادات الاوكسا الكونفدراليه الافريقيه ساعدني. طبعا دور كبير واتصالات افريقيه قويه. بالظبط كده، فالتعاون في انتاج او التعاون من اجل تنفيذ هدف معين بتبقى حاجه قويه جدا. لما تلاقي كل الناس في اتجاه واحد، مقتنعين بالفكره، مقتنعين بفكرك، مقتنعين بالفيجن اللي انت عاملها، مقتنعين بشغلك اللي انت عامله هنا، حاسين انت كادر يعني تشرف البلد في اي مكان. الحمد لله، والله دي حاجه كانت كويسه. كانت طبعا انتخابات صعبه جدا جدا جدا، انت بتنافس كابتن علي زعتر رئيس الاتحاد السابق الافريقي والمقر الاتحاد اصلا في الجزائر، هو جزائري. هقول لحضرتك حاجه، مفيش حد كان متوقع ان انا هكسب حتى في مصر. يعني انا طالع يعني بص، دي حاجه تدل على قوه يعني المنافسه، ولكن بالزبط. ابدا بالعكس، احنا يعني كبرنامج كنا عندنا ثقه، مش عارف والله بجد. بص هي الحمد لله، يعني طبعا انا كسبت بفرق صوت 9-8، طبعا كانت خناقه، باين من النتيجه انها كانت خناقه قويه، خد انتخابات بالظبط كده. طيب يعني الترجيح جه ازاي؟ يعني انت الانتخابات بيبقى لها خطه طبعا، وبتبقى بتتحرك مع اتحادات دول، انت بتتكلم طبعًا مع اتحاد مثلا دوله، مش بتتكلم مع بص الناس كتير زي ما قلت حضرتك ساعدت، يعني من خلال التواصل مع اتحادات والسفارات بتاعتنا بصراحه ساعدتني جامد قوي، سواء في تونس او في المغرب. كان في لا كان الدوله كانت واقفه. طب هل الدوله وقفت وقفه قويه جدا ورايا؟ طب انا مش متوقع ده. هل نجاح بطولات او مش العالم؟ متوقع ده، يعني ما كنتش متخيل ان الناس ان الدوله هتهتم بهذا الشكل وبهذا التنفيذ، وحصل. حصل. طيب هل نجاحنا اللي ابهر العالم في اللقطات اللي شفناها في التقرير في كاس العالم، ورجوع مصر تاني كقبله للرياضه المصريه ببنيه تحتيه قويه جدا، واعداد كوادر زي حضرتك كمان رياضيه قويه، هل ده ساعدك في الانتخابات؟ هل سمعه مصر واسم مصر ساعدك؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا النهارده كاس العالم، انا مش بجامل او مش معلش انا اسف يا دكتور، دي لقطات لحضرتك في افتتاح كاس العالم اللي فات اللي كان شهر يونيو، مظبوط؟ ايوه اتفضل. كاس العالم نجاحه ونجاح تنظيم البطولات الافريقيه والبطولات الدوليه، كاس الفرن بتعمل في مصر، كل ده كان ليه مردود على اللعبه وعلينا احنا ككوادر موجوده في مصر، سواء انا او اللي معايا التيم اللي معانا النهارده، وده ادى بشكل قوي جدا لوجود استاذه نهى عبد الوهاب رئيسه للجنه الفنيه في الاتحاد الدولي. سبقت خطوه، انا كنت هتكلم لحضرتك، رحت خدت الجروب معاك، ما رحتش لوحدك، ودي كانت العظمه، دي كانت قمه الصعوبه. ان انت النهارده احنا كنا رايحين ثلاثه داخلين على مناصب في الاتحاد الدولي والافريقي، والاثنين يعني الاثنين بيبقى ليك مكان في الاتحاد الدولي. الدكتوره نهاد زايد نائب رئيس اللجنه الفنيه فازت باعلى اصوات في الانتخابات، ودي كانت مفاجاه للناس كلها. اللجنه الفنيه للفني بنات اللي هتتعمل بطولتها، وبقت النائب الاول رئيسه اللجنه الفنيه. ان انت النهارده تدفع بعناصر مصريه تبقى موجوده هناك، يعني مش رايح لوحدك، انت واخد كمان كوادر مصريه معاك. والله وكان اهم حاجه عندي انه يعني ان كله ينجح قبل وعلى فكره انا كانت انتخاباتي اخر واحد، يعني انا يمكن قبل انتخاباتي هم خلصوا، بعدين انا بعديه بيومين،
فبعد ما خلصت انتخاباتهم قلت لهم كفايه عليا كده يعني انتوا نجحتوا. لا مش دكتور، بس كانت الحمد لله يعني دكتور يعني طموح جدا، كانت مهلكه في وسط صعوبه، بس في الاول انت بتفرض. بس في حد تاني غير نهاد زايد يا دكتور؟ استاذه نهى عبد الوهاب رئيسه اللجنه الفنيه في الاتحاد الدولي للجمباز الايقاعي، وايضا عضو مكتب تنفيذي. يمكن انا بدات مشوار يعني برضو بدات مشوار من 2008 موجوده عضو، بعد كده بقت نائب، والنهارده بقت رئيسه اللجنه الفنيه. والفرع ده منصب رفيع يا فندم، الفرع ده اللي متصدره دوله زي روسيا طول عمرها، فان انت النهارده تبقى انت رئيس بالظبط حاجه قويه جدا يعني. عشان كده احنا قلنا في المقدمه في الانترو انه الضخ بكوادر مصريه مميزه واجهه، دي اهم نقطه، ان هم يبقوا واجهه وان هم يبقوا مميزين. وانا يمكن واحنا على فكره في الاتحاد الجمباز ده السيستم اللي احنا ماشيين عليه، انا مش مشكله علاقتي الشخصيه باي حد من الموجودين، المهم يبقى كفاءة. كدر وكفاءه ويقدر يشرفك في المجتمع الدولي، لانك في الاخر بيجي لك فيدباك ويقول لك يعني في وشك بالظبط بالظبط في وشنا كلنا. والمجتمع الرياضي او المناصب الدوليه دي دول سفره للدوله مش للعبه عليك. بس الله عليك. يعني انا النهارده حضرتك، انا تصرفاتي النهارده بره مصر ما هي محسوبه عليا، مصري مصري ويعني تتقلد منصب دولي. نعم. انت لازم تبقى محاسب سفير. او في كل بالظبط لازم تبقى محاسب سفير لمصر فعلا، دي حقيقة. زي ما اللاعب بيكون سفير ومحترف على فكره، كل في دول العالم معظم اللي بيمسكوا مناصب دوليه او قاريه بيبقى معاهم مثلا باسبورات دبلوماسيه، صحيح، لان هم سفراء لدولتهم. صحيح. يعني فلا الموضوع كبير، وانا مش شايف ان احنا هنا في مصر ناقصنا حاجه، احنا عندنا كل حاجه، امكانيات عندنا، احنا محتاجين ننظم شغلنا ونشتغل، ننظم ونفكر لقدام، مش نفكر تحت النهارده هاخد ايه. برافو عليك. طب بكره هاخد ايه؟ لازم ابني كوادر. احنا حضرتك كاس العالم بنعمله كله بمصريين، كاس العالم القادم اللي هو يتلعب القادم واللي فات اتلعب على ارض مصر يوم 17، كل التجهيزات بتقوم بمصريين، يعني احنا لعبه معقده جدا طبعاً. في شغلها معقده، في امكانياتها تجهزاتها. في شركات مع الاتحاد الدولي هي اللي مسؤوله، احنا رفضنا ان احنا نجيب شركات من بره، احنا نعمل كمصريين الكلام ده. كل حاجه اتعملت هنا في عشان تعلم كوادر، حطت بالظبط كده. بس النهارده بقى معايا مجموعه من الشباب، احنا تقريبا يعني الفتره اللي جايه كده لو حضرتك اي يوم عديت على الاستاد ده خلي بالك، ده كاس العالم اللي فات ما شاء الله، انا اتصور القادم افضل ان شاء الله. الكاس العالم اللي هيبدا كمان يعني 10 ايام او 12 يوم هيبقى اقوى بكتير من اللي فات، فنيا تنظيميا اداريا. فنيا في دول قويه جدا 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 جايه. كم دوله مشاركه؟ 35 دوله، منهم منتخب امريكا. منتخب امريكا عمره ما جه مصر يلعب. لا ثانيه واحده كابتن، عشان اوضح للساده المشاهدين، عشان بس ايه، احنا عندنا يعني احنا لو الحلقه دي ساعتين ثلاثه عندنا نتكلم. لا والله بجد يا دكتور، احنا دلوقتي عندنا عشان الناس تبقى عارفه في بطوله كاس عالم للجمباز هيتلعب في شهر مارس القادم من 17 ل 20 بالظبط. تمام. بمشاركه خمسه وكمان 10 ايام، بمشاركه على صله رقم واحد في استاد القاهره. السنه اللي فاتت كنا 16 دوله بالظبط، قلنا الزمان والمكان، السنه اللي فاتت عشان كورونا بالظبط 16 دوله جوه بالظبط. النهارده بمشاركه خمسه، ما كانش حد يعرفك برضه، كان لسه بالظبط يعني اجي كاس عالم في مصر فروم سكراتش هيبقى شكله ايه؟ هتبقى الامكانيات صعبه؟ لا مش جايين، انما النهارده الناس شافت السنه اللي فاتت، النهارده في اقبال. لا تعالى بقى يا دكتور نتكلم في دي، السنه اللي فاتت يا جماعه كان 16 دوله بالظبط، احنا بنتكلم النهارده 35 دوله جايه بالظبط. انت كده نجحت يا دكتور. الحمد لله. انا بقول لك اهو، انا كتقييمك هيثم السعيد نجحت ليه؟ نجحت ان انت وصلت صوره مصر الحقيقيه بالظبط، وهو ده الهدف من الرياضه. حضرتك المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي كله جاي، محدش راضي يعتذر، رئيس الاتحاد الدولي جاي. ده المره اللي فاتت كان فعلا يعني لازم تيجي، والبطوله اول مره في افريقيا وكنا بنتحايل. النهارده لا، الراجل هو جاي حاجز مكانه من ثلاث اسابيع ببلغ انا جاي يوم كذا. الله. مش هو بس يعني كل المكتب التنفيذي في الاتحاد ده بيتكلم في 281 لاعب ولاعبه من احسن لعيبه العالم في الجمباز، دي حقيقه، موجودين على الارض. منهم ابطال اولمبياد جايبين ميداليات في الاولمبياد اللي فاتت، يعني البطوله قويه جدا جدا. انا اكتر واحد سعيد باللي بسمعه ده، لان الحقيقه انا عارف يعني قيمه الكلام اللي حضرتك بتقوله. بس على فكره الحاجات دي فعلا يعني احنا تعبنا كتير، بس في الدولة حاجة يعني الناس متفاهمة والناس بتساعد. يعني هقول لحضرتك، أنا من الصبح مثلا في الوزارة النهاردة
في ترتيبات وتجهيزات البطولة، واجتماع مع كل مع اللجنة العليا فيها بالضبط، فيها كل المسؤولين في الوزارة، ودكتور أشرف متابع، ويوم الخميس كنت مع دكتور أشرف، بعد كده النهاردة اجتماعات، ناس متابعة وعايزة تنجح ومش بيدوروا على يعني ايه، طب احنا بندور نقلل من دي بس لازم تبقى الجودة عالية، مش هقلل على حساب الجودة، الأمور كلها تدرسوا كل الأبعاد بالضبط كده، الناس في تعاون وفي روح تخليك تشتغل أكتر. طب أقدر أقول إن دي روح الجمهورية الجديدة يا دكتور؟ دي يعني حقيقة، يعني دي حقيقة، يعني لما تلاقي الروح دي في المصريين إن احنا نقدر، وإن احنا النهاردة مصر بقت قبلة الرياضة. لا لو حضرتك هتتكلم بقى على الروح الجديدة، احنا حصل موقف يوم الخميس اللي فات، يا ريت تحكوا لنا. فخامة رئيس الجمهورية بيفتتح نادي النادي مع معالي الوزير ومع رئيس الوزراء، وطلب من الدكتور أشرف صبحي ان هو قال له افتح لي صالة الجمباز، بيقول له عندنا كوادر وعندنا ابطال، وقال له افتح لي صالة الجمباز عايز ابص عليها. احب اقول لحضرتك ان مجتمع الجمباز في مصر كلها حصل فيه يعني زي انتعاشة وتكريم. احنا كلنا يعني الرئيس متابع صالة الجمباز وعايز يشوفها وعايز يشوف يوصل لايه. طبعا احنا نفسنا يجي يحضر معانا الافتتاح، وحاجه هتشرف مصر كلها، احنا عاملين حاجه فعلا يعني غير تقليديه وصعب انها تتعمل بالشكل القوي ده. احنا واقفين على كل التفاصيل، طريقتي في الشغل انا بقف على كل التفاصيل، موجودين 24 ساعه، احنا شغالين، الناس شغاله في الاستاد بقى لها دلوقتي يمكن اسبوع، ولسه تجهيزات الجمباز صعبه جدا. طبعا تجهيز الصاله والبساط وغيره واجهزه، وبتقيس الاجهزه، وفي كم شبكه نتورك كهرباء نتورك تحت عشان الكمبيوترات والسيستم والسكورينج سيستم. الموضوع لا الموضوع فعلا صعب ومجهد ومش سهل، مش سهل. وبرده ارجع اقول لحضرتك حاجه، كله مصريين وكلهم شباب، يعني من 20 سنه وانت طالع، يعني من 20 ل 35 سنه كلهم معانا. انت شاب يا دكتور، يعني انا اللي لا والله حقيقي انا اللي ساعدني فيه ان حضرتك كادر شاب، يعني وهو ده الدوله المصريه تدعم الشباب. انت النهارده وصلت لارفع المناصب الافريقيه والمصريه، وشوف ما شاء الله اللي احنا قلنا في الانترو، كنا احنا سايبين حضرتك تتكلم لانه عشان ما يقولوش ان احنا بنبالغ في الصوره اللي قلناها في الانترو. بس لما حضرتك النهارده يعني شاب وعندك الحماس ده وعندك الايمان ببلدك ده، طبعا احنا محتاجين من ده كتير، وده اللي يخلينا نروح معاك بقى لحاجه تانية. يا دكتور احنا محتاجين 10 زي الدكتور حسن مصطفى، احنا عايزين نشوف حضرتك في اللجنه الاولمبيه الدوليه، نقدر يبقى عندنا 100 مش 10. الدكتور حسن مصطفى عمل لنا قدوه ورسم لنا طريق وقدوتنا كلنا، طبعا ليه طبعا. ما نلاقيش الدكتور نقدر يعني، ولازم يكون ده في طموح حضرتك وخطط حضرتك ككادر يعني مميز، ان انت تقول انا عايز اروح اللجنه الاولمبيه الدوليه. والله يا بص الستيب الجايه ان شاء الله، يعني مش الدوره الجايه، مش 2024 انما 2028 باذن الله. واي نوت ان انا انزل رئيس الاتحاد الدولي، ليه لا؟ لان اللي موجود يعني الرئيس اللي موجود هيخلص فاضل له دورتين اللي هي دي واللي وراه، فهيبقى في مجال مفتوح للمنافسه. وعندك 8 سنين يشتغل بالظبط من خلال رئيس الاتحاد الافريقي دلوقتي 7 بس تقدر من خلال منصبك يبقى رئيس الاتحاد الافريقي مع الاتحاد الاوروبي مع الاتحاد الاسيوي، هتشتغل كويس تثبت نفسك، هتقدر تدي، يعني هي دي الناس هتقدر مجهودك. احنا بنتعامل مع الغرب او مع دول اوروبا او مع الدول الاجنبيه كلها، الناس دي بتتعامل بشغل، انت بتعمل شغل بتقيم شغلك، يا هيقف معاك ويعمل لك سبورت هو شغلك يا لا، صح، مش عشان انت صاحبي فانا هقف معاك ولا انت حبيبي ولا انت بتتكلم كلام حلو، لا 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 الموضوع ده مش كده خالص. تعمل ازاي؟ احنا على فكره انا بعيد تاسيس الاتحاد الافريقي، حضرتك توليت، انا شفت الصور حضرتك توليت اللي رحت استلفت الاتحاد بالظبط، كابتن علي زعتر يوم شهر ديسمبر بالظبط كده في المقر في الجزائر بالظبط بالظبط، وعملنا الاجراءات الرسميه وفتحنا الحساب هنا في مصر وخلاص. وكمان انت عملت حاجه، لسه بنجهز المقر دلوقتي مع وزاره الشباب والرياضه، هتوفر لنا مقر ان شاء الله. لا ده انت لا تعالى بقى على النقطه دي يا دكتور، ما تعديليش كده يا دكتور. كل نقطه من دي هي حلم ليا انا شخصيا، ان انا والله حلم ليا انا كمان الاقي يا دكتور مقر مصر ترجع تاني مقر الاتحادات كلها. حضرتك بتنقل مقر الافريقي، عمره ما جه مصر الايه؟ عمره ما جه مصر، عمره ما جه مصر. وسبقني ناس كتير حاولت،
مش هقول لحضرتك يعني. طب النهارده بتجيب مقال ناس ناس يعني، وانا يعني وانا بلعب وانا عندي 8 سنين، انا عندي 45 سنه يعني، وانا عندي 8 سنين كان في رؤساء اتحادات موجوده بتحاول تقاتل عشان تجيبه هنا، ما عرفتش حضرتك نجحت فالحمد لله. اسس مقر وزاره الشباب والرياضه بتدعمك يعني، ده ما كانش حلمي انا لوحدي، ده حلم ناس كتير في مصر، فالحمد لله ان انا قدرت مش احقق حاجه ليا، حاجه للكل، ودي اللي بتدي ايمان بالهدف وبالتارجت اللي انت عايز توصل له. وعايز اقول لك على حاجه دكتور، انت لما تطلب حاجه زي كده انت بتعملها لان مصر تستحق. دي حقيقه. شوف يعني حضرتك مؤمن، انت مش بتجيبها. اللي بيحصل في مصر النهارده ثوره غير عاديه في المجال الاداري والرياضي. الاهتمام الرياضي، هقول لحضرتك حاجه، من 10 سنين ما كانش في حاجه اسمها صالات جمباز اصلا. صحيح. في اي حته ولا في انديه ولا النهارده كل يوم في صاله جمباز بتفتح. الدوله بتعمل، وزاره الشباب بتعمل، الانديه بتعمل، القطاع الخاص بدا يعمل. النهارده في قطاع خاص، مش اكاديميات بقى، لا، بداوا يعملوا صالات جمباز كبيره، ويعني في 4-5 صالات تقارن بالانديه. ما شاء الله. وده دي حاجه احنا بنسعى ليها، ان انا ازاي انشر القاعده بتاعت اللعبه. لا، ما انا بقى دي نقطه تانية. اول فضل. نقطه ليك من تعريف الهيئه الرياضيه او الاتحاد الرياضي في قانون الرياضه، العمل على نشر اللعبه. بالظبط. والحقيقه لازم كل اتحاد يتحاسب. ده كل اتحاد يتحاسب عمل ايه في البند في القانون. ده البند ده في قانون العمل على نشر اللعبه. انا استلمت الجمباز في 1800 لاعب ولاعيبه مسجلين في الاتحاد المصري للجمباز. النهارده كام؟ النهارده 26548 نضرب في حوالي، لا في كتير، 15 16 مره ده أكتر. اكتر ما شاء الله اكتر. وبيمارسوا اللعبه بجد. طبعا مسجلين، ده دول اللي سجلوا في الاتحاد. ممكن تلاقي عدد بيلعب بس لسه مسجلش. لسه مسجلش. انا بص لا بص 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 الجمال، تقول انا لو جبت لي الصوره دي لو انا ما اعرفش اقول دي مش في مصر. هقول لحضرتك حاجه، والله انا كنت في بطوله العالم في اليابان، وكان معايا طبعا الفيديوهات بتاعه البطوله، ففي كنت واقف مع مجموعه من فريق منتخب ايطاليا، فبقول له انتوا ما جيتوش السنه اللي فاتت ليه عندنا في مصر؟ فبوري له الفيديو، بوري له الصاله، قال لي ده في مصر ولا؟ قال لي دي بطوله فرنسا؟ قلت له لا دي في مصر. قال لي ده في مصر؟ قال لي انا جاي. وجايين. انا بقول لحضرتك شوف الجمال، ومصر تقدر. لا وانا عايز اقول حاجه، انا يعني انا بقول مش في مصر، لا ده دلوقتي بقت في مصر وفي مصر وفي مصر. على فكره دي دلوقتي كاس عالم مؤهل للاولمبياد. البطوله بتاعت كاس العالم دي كانت في الرانك، لان المؤهل للاولمبياد بيتاخد في اول الدوره. احنا عشان ما كانش عند ما قدرناش نقدم في اول الدوره اللي فاتت في 2017. ليه؟ انا كنت لسه مستلم الاتحاد. انا ما كانش معايا اجهزه اصلا، يعني انا ما كانش معايا، ما كانش عندك اجهزه. الاتحاد لا يمتلك شيء، يعني ما كانش يمتلك شيء. فيعني بدات من الزيرو زي ما بيقولوا. والله الزيرو ما كانش معانا، بس الحمد لله. ما هو ده دكتور، لما بيجي اداره رياضيه قويه وعندها الاراده. مصر مليان، احنا بلد 110 مليون. بالظبط. وهو ده سياده الرئيس دايما بيقوله. بالزبط. احنا لازم نكون مهتمين بالرياضه مش باخبار. بالزبط. الرياضه حلو، انت مهتم باخبار الرياضه ولازم بالرياضه. ودي هتيجي من الاتحادات يا دكتور. بالزبط. خلينا نتكلم في الرياضه. الرياضه النهارده انا مش الهدف عندي ان انا مش رقم واحد ان انا اجيب ميداليه الاول، نمره واحد انشر اللعبه. لعبه رياضه زي رياضه الجمباز، وجهه نظري ولو هتبص لها، هي دي ده الترند في العالم كله، ان كل العالم بيلعب جمباز من سن 4 سنين. لازم كل الاطفال ولاد او بنات يلعبوا رياضه جمباز، بتاسس جسمهم، بتاسس كده لاي لعبه، يوصل 7-8 حوله لاي لعبه يختار. تبدا تنتقي منه. فده الهدف الاساسي من دور الاتحاد، صحه الفرد. بالظبط كده، صحه النشء، صحه النشء، تكوين جسم مظبوط نموذجي. بعديها اتكلم بقى في المميزين. المميزين دول من امتى؟ من هم عندهم 12-14 سنه ببدا انقي أنتقي للمنتخبات. اشوف بقى دي بتبقى زي ما بيقولوا، يعني زي ما بيقولوا بلهجتنا كده، يعني النقاوه. بالظبط كده، اخد النقاوه اللي هيروح بيه يمثلني في منتخب. بالزبط. مصر. بالظبط كده. اللي مش هيكمل انا ضمنت انه انسان صحيح. خلي بال حضرتك، ما احنا في حمله قوميه للتقزم الدوله بتعملها برعايه السيد الرئيس، عشان تخيل بقى انت ماشي في نفس الاتجاه، ان انت عايز الولاد الصغيرين يمارسوا رياضه. على فكره انا يعني انا عملت فكره في اتحاد الجمباز، كانت الاتحاد الدولي النهارده عايزين يعملوها يطبقوها، ان احنا في السن الصغير 6 و7 و8 و9 و10 لحد 14 سنه. ممتاز. ما بديش حد اول تاني تالت،
يعني انا عايز 10,000 يلعبوا، حدي 3 اول وثاني وثالث والباقي يطلع يعيط. طب بتعمل ايه؟ بدي تقييم مستوى، عندي اجباريات ليفلز اللاعب بيخش يعمل يادي، يا ياخد ليفل 1 يا 2 يا 3. ده ذهب، ده فضه، ده برونز. الموضوع ده الفكره البسيطه دي فرقت كتير جدا، لانها ادت الامل عند ولي الامر الله. ادت الامل وادت حافز للاعب، كسب وخد ميداليه فبيكمل. لان لعبه الجمباز طبقا لتصنيف اللجنه الاولمبيه الدوليه من اصعب الالعاب طبعاً. انت مش محتاجه تصنيف يعني مش محتاجه اصاباتها، اصابات يا دكتور. كل حاجه اصاباتها يعني اصابات، لعبه صعبه، اصعب لعبه في العالم طبعا طبعا. يعني وكذا جهاز، احنا بنتكلم 6 اجهزه بالظبط كده، واداء كل جهاز مختلف، وده عايز قوه، رشاقه، مرونه. الموضوع صعب، موضوع صعب ومهلك، وعدد ساعات التدريب اللي بيتمرنها لاعب الجمباز كتير جدا. نعم. الحمد لله ان احنا بقى عندنا منتخبات النهارده، على فكره المنتخبات عندنا كلها شابه، يعني احنا يمكن اكبر اثنين عندنا علي زهران ونانسي تامون، لما الباقي كله النهارده لسه شباب. لسه داخلين منتخبات درجه اولى. ما انا بقى عايز بقى يا دكتور اخش معاك، انت ما شاء الله تسبقني بخطوه، اللهم صل على النبي. انا عايز اخش على الناحيه الفنيه بس، خلينا نطلع الفاصل يعني بعدين نتكلم بقى في ايه، في الناحيه الفنيه. الناحيه الاداريه نجحت فيها الحمد لله وعرضناها للساده المشاهدين، نخش بقى الناحيه الفنيه ازاي نحط بلدنا في الجمباز قدام، بس بعد الفاصل اعزائي المشاهدين. نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا من الناحيه الفنيه للجمباز، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن دكتور كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الناحيه الفنيه، يمكن انا في المقدمه قلت اي اتحاد ناجح بقيمه انا كهيثم انه ينجح اداريا وينجح فنيا. اتكلمنا على الشق الاداري، حدث ولا حرج، بسم الله ما شاء الله نجاح على كل الاصعده. نتكلم على الناحيه الفنيه دكتور. الناحيه الفنيه الاتحاد ماشي بخطه كويسه. ويمكن كنت بقول لحضرتك في الفاصل، انا من اكتر حاجات يعني مفرملانه شويه ان الجمباز محتاج عدد سنوات طبعاً لانشاء طبعاً لاعب او لتجهيز سنين. لاعب طبعا 4 سنين احنا بقى لنا 4 سنين جرينا في الجزء الاداري والتجهيزات، وجرينا بسرعه كبيره جدا واضح. يمكن حاجات ما اتعملش في 20 سنه. الجزء الفني مش هتقدر، انت خدت براعم صغيره النهارده بداوا يخشوا الفريق الاول، معتمد في الفتره اللي فاتت على اللعيبه القدام بس هم مش كتير، يعني عندنا الاثنين سواء علي او الباقي كله ماشي. لسه نيو جينيريشنز، فدي اللي مفرمنا ده خصيصا يمكن هنجد الثمار بعد سنتين ثلاثه ان شاء الله. طبعا عندنا المركز الاولمبي موجود في مجموعه كبيره، يمكن 18 لاعب. معلش احنا شاركنا في الاولمبيات اللي فاتت برضه يا دكتور، يعني لا دي يعني احنا حققنا كوتا ما حصلتش قبل كده. هو ده لا 11 أنا عايز اتكلم، هو ده نجاح فني بالظبط. انا بدور على ازاي اجيب ميداليه، او عايز اخش فاينلز. سيبك من ميداليه، التارجت بتاعنا ازاي نخش فاينلز. الموضوع مش سهل، انت بتتكلم في ناس مسابقاك بقى لها 40 50 سنه، جاي في 4 سنين امريكا وفرنسا عايز تكسب الموضوع، اسبانيا، ومعتمدين اعتماد كبير جدا على الكوادر المصريه. عندنا كوادر مصريه كويسه وتقدر تشتغل عند لحد ليفل معين، محتاج خبرات اجنبيه، وده اللي بدانا ندخله دلوقتي في الاتحاد في المنتخبات. بدات اجيب خبراء اجانب، ده بالنسبه للفني اولاد وبنات. احنا النهارده مثلا فرع تاني زي الايروبيك، احنا عندنا كاس عالم كمان 3 اسابيع، المنتخب بتاع الايروبيك عامل معسكر مغلق بقاله شهرين فين دلوقتي فين في المركز الاولمبي ما شاء الله. في 2 خبر اجانب، واحده من المجر وواحد من فرنسا، بيعملوا لهم الجمل وشغالين معاهم، والمفروض ان احنا بنعد دول فين البطوله، لبطوله العالم، البطوله كاس العالم في المجر برضو، وبطولة العالم برضه هتبقى في المجر. بطولة العالم هتبقى في شهر 6 ان شاء الله، والتارجت بتاعنا ان احنا نخش فاينلز في بطولة العالم. يعني افتكر بقى ان احنا عمرنا ما اشتركنا لا في كاس عالم ولا في بطولة عالم في هذا الفرع. الفرع ده انا بداته من 5 من زيرو. احنا بدانا الفرع ده يعني كنا في الجزائر، شفت الفرع وهو بيطلع في افريقيا. طب احنا ليه رجعنا؟ كنت ايامها كان دكتور علاء رئيس الاتحاد وانا كنت النائب، رجعنا بداناه. الكلام ده بداناه في 2016، يعني موضوع 6 سنين. 6 سنين مش كافيين ابدا ان انت تعمل. النهارده المنتخب موجود 10 لاعبين، معاهم مدربين مصريين ومعاهم الخبراء الاجانب، وان شاء الله التارجت بتاعنا ان احنا نخش فاينلز في بطوله العالم. طب قول لي يا دكتور، حضرتك قلت لي في الاولمبياد عشان ما نعديش عليها مرور الكرام، شاركت ببعثه تاريخيه بالظبط. لا نوضح للساده المشاهدين، احنا في البعثه في الاولمبياد اللي فاتت اتاهل من عندنا 2 في الترامبولين،
اتاهل من عندنا اثنين في الفني بنات، في فرع الفني بنات اتاهل من عندنا لاعب من خلال بطولة أفريقيا اللي هو لاعب النادي الأهلي عمر العربي، اتأهل من عندنا فريق جماعي خمس بنات، اتأهل من عندنا لاعبة فردي. أول مرة مصر تطلع بهذا العدد، يعني احنا ده أقصى حاجة اتنين، 11 أقصى حاجة دخلنا بيها اتنين. احنا أول مرة نخش في كل هذه الفروع، عندنا في الترامبولين جبنا تامن. ده في أربع سنين بس كان أو ثلاث سنين. بص يعني حضرتك من 2017 2020 هقول لحضرتك حاجة، في ناس كانت شغالة قبلينا مش ما أقدرش أنكر دورهم. الاختلاف بيني وبين اللي قبلي إن أنت عدت التنظيم، يعني أنت ممكن تبقى بتشتغل وفي اتجاه غلط. طب تعالى يمين شوية شمال شوية نظبط الأمور بالظبط كده، هي دي النقطة. إنما اللعيبة اللي كانت موجودة دي موجودة طبعًا من قبل ما ناجي، بس كانوا محتاجين اهتمام، أنا قصدي محتاجين رعاية. طبعا الاحتكاك اللي حضرتك وفرته في ثلاث سنين في ظل كورونا وما أدراك احنا ما وقفناش، احنا الاتحاد الوحيد اللي يعني كان أول ما يقول لك البلد فتحت أول تاني يوم بنشتغل. يعني احنا كان في فترة أنا فاكر قرار القفل أسبوعين، كنت قاعد عند معالي الوزير يقول لي ده قرار رئاسه الوزراء، اقول له معلش اقول له طب اسبوع طب بس اسبوع انا طب انا هاخد بالي هو فعلا الدكتور اشرف فعلا ما بيتاخرش خلي بالك الدكتور اشرف هو رياضي، يعني دي ميزه ان انت تتعامل مع حد يعني الـ المنصب ده منصب حساس جدا جدا جدا، يعني وزير الشباب والرياضه، فلو هو ما عندوش خلفيه رياضيه حقيقيه الموضوع صعب جدا صعب بس قوي. هو يعني دكتور اشرف بامانه بيلخص الدنيا بالظبط على فكره، يعني قبل كمان، يعني انا اتعاملت مع دكتور اشرف في 2017 ايام لما كنت لجنه معينه، في 2015 لجنه معينه قبل ما يبقى وزير ساعدنا وجاب لنا مكان علشان نبدا في بطولات جمباز، قلت له انتوا جايبين يعني احل مشكله في الاتحاد الدولي حلتها طب هنا في طب النشاط يمشي ازاي؟ مفيش كان بيساعد وكان بص يعني هو مؤمن جداً. انه مصر تقدر، يعني دؤوب قوي وعنده فيجن وعنده ثقه في ناس، يعني لا ده بيشتغل انا هقفره هو ده ما بيشتغلش خلاص ودي ميزه مش شايفه ودي ميزه دي ميزه خلي بالك جدا. خلي بالك يعني بامانه يا دكتور اللي ما يشتغلش دلوقتي هيشتغل امتى؟ احنا الفرص ما بتجيش كتير، احنا فرصه رغم بص الظروف العالميه في حاجات كتير كورونا بس احنا فرصه هنا في الدوله، ان الدوله بتتبني، فلو ما جريتش معاها اجري معاها، اللي مش هيجري مع الدوله مش هيلاقي نفسه، الدوله هتسبقه، فطب ما تستفيد القطر هيسيبه بالظبط بالظبط كده. طب اروح لحضرتك على حلم كبير، اتفضل بص حضرتك تقرا معايا على طول. اولمبياد 36 مصر، اولمبياد 36 انا حلم حياتي ان انا اشوف اولمبياد تتعمل لأول مرة في أفريقيا على أرض مصر. نقدر نعملها طبعا نقدر نعملها. طيب ناخدها يا حضرتك، يعني نجحت راجل اتحاد ناجح ونجحت اوريدي حققت نجاحات على أرض الواقع. طب نتكلم البنية التحتية موجودة، ولو ناقصك حاجات مش ناقصك حاجات كتير تقدر، يعني أنت النهاردة مفيش دولة بتقدم الملف ده عندها 100% بالظبط، بس لا ثانية واحدة بس، أنت عندك النهاردة باللي اتعمل في الدوله 90% مثلا لا 70 ال 30 قليلي مش كتير 70 ده انت 70 دول ما كانوش موجودين مش موجودين انت بتتكلم على المدينه طبعًا. الرياضيه اللي بتتعمل مصر الدوليه اللي بتعمل في الـ في الـ في الـ في العاصمه الاداريه حاجه معموله على الستاندرد العالمي طبعا، وعندك كوادر شباب مش ينظموا او يشيلوا الاولمبيات ده، يعني يشيلوا 10 اولمبيات. طيب الطاقة المصرية، طاقة الشباب المصري مش موجودة عند حد. انت الشباب المصري ممكن يشتغل 24 ساعة طاقات متفجرة بالظبط، انت اي في اي حتة هم خمس ست ساعات ولا خلاص انت بتقول كده يا دكتور شكرا. عشان انت شغال 24 ساعة في كأس العالم احنا ما حدش عندنا بيريح صح انت بتقول كده عشان الشباب اللي معاك ما بتنيمهمش دي حقيقة فعلا دي حقيقة فعلا فانت بتقول يعني الكلام طيب بالزبط. احنا اتكلمنا على البنية التحتية موجودة والكوادر عندك وعندك اللعيبه وعندك اتحادات وعندك عندك امن وامان عندك شبكه مواصلات وطرق دلوقتي على اعلى مستوى لو الجمهور جاي يتابع حاجه رائعه عندك جمهور بقى مش موجود في حته في العالم وده برضو ارجعك بقى لكاس العالم احنا السنه اللي فاتت كان بابل ومقفول دلوقتي احنا النهارده مفتوح وعلى فكره بقى قول لي من ضمن الحاجات عشان الساده المشاهدين تبقى يعني احنا ما رضيناش نعمل السنه دي وده كان هدف مني انا شخصيا انا لا مش هعمل تذاكر السنه دي
علشان عايز كل الناس تيجي وتتفرج. بس السنه الجايه هتبقى بتذاكر، هتبقى تذاكر غاليه. ينفع 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 اهنيك يعني انت خلي. قلت مفيش تذاكر، اللي عايز يجي يتفضل. بالظبط. عايز تنشر اللعبه. بالظبط. ما بصيتش ان انا ابيع كام تذكره بكام الف، لا انا هجيب التمويل ما عنديش مشكله. بالزبط. بس انا عايز الناس تيجي تتفرج. بالظبط. واتفقت النهارده كنا في الاجتماع بعد كده بقى لا اللي جاي اللي جاي على فكره تذاكر بطولات الجمباز يعني مثلا كاسة عالم في فرنسا كلام من ده بتتكلم مثلا في 200 يورو وانت طالع. غالية جدا. وانت طالع. غالية جدا. طب يعني. طب المشاهد يعرف الجدول ازاي؟ انا دلوقتي انا راجل محب للجمباز وعايز اتفرج. اتابع الجدول ازاي؟ احضر امتى؟ الجدول هينزل على صفحة الاتحاد الرسمية وهيتنشر على كل المواقع. هيبقى فيه اللعب كله تقريبا الصبح يوم 17 اللي هو الخميس اللي بعد اللي جاي ان شاء الله. باذن الله. الافتتاح هيبقى من الساعه 3 للساعه 4 قبل الصبح في منافسات، بعد الظهر في منافسات. بس الافتتاح من 3 ل 4. بالظبط. الاربع ايام من الصبح لبالليل في لعب. يعني الفاينلز. اي وقت تروح من الصبح لبالليل بالظبط هتلاقي لعب. بالظبط. وقتك يناسب من الصبح الساعه كام؟ من 9 مثلا؟ من الساعه 9 9 لغايه بالليل كام؟ لحد في الفاينلز لحد 6 7 6 7 بالظبط كده. يعني انما اول يومين لحد 9 9 انما اول يومين لغايه 9 تقدر، اليوم الثالث لغايه 6 اي وقت هتروح. مذاعه على التلفزيون ومذاعه على التلفزيون المصري البطوله. طيب والدخول من صاله واحد، صاله واحد من اي باب، من اي باب يقدر يخش، من اي باب مفيش مشكله. طب معلش يا جماعه ممكن تجيبوا لي اللوجو بتاع البطوله كده، انا عايز بس اشوف حاجه كده وناخد رايي فيها الدكتور. يعني كنا بنتكلم عن لوجو البطوله. ايوه اللوجو اهو. حضرتك قلت لي يا دكتور حاجه غريبه شويه، قلت لي تصميم مين ده؟ هو كان التصميم بتاعي الحقيقه فعلا. بص هو اللوجو في النص هي زهره اللوتس تمام. أيوة. وفيها العين بتاعت حورس. وفيها لاعب جمباز. ايوه لاعب جمباز تمام. والثلاث اهرامات جوه زهره اللوتس. ثلاث اهرامات يعني جمعت ما بين النيل ما بين الاهرامات وما بين الـ 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 الرياضه كلهم في لوجو واحد. الموضوع ده احنا يعني يمكن قعدنا فيه انا والديزاينر حوالي شهرين او ثلاث شهور، عملنا اشكال كتير جدا لحد ما وصلنا لهذا. انت متعب يا دكتور. متعب عايز كل حاجه مهتم بالتفاصيل. وخلي بالك برضو يا دكتور يعني انت عندك ثلاث شعرات ضفنا بقى السنه دي عن السنه اللي فاتت الجناحين. الجناحين على فكره كان ليهم هدف. ايه بقى الهدف من الجناحين؟ ان احنا عايزين نعلى لفوق. مسافرين. اتس مسج الطائر لما يفرد جناحاته يعني هو اتس مسج. لو ده كان اللوجو السنه اللي فاتت بس السنه دي هو بيفرد جناحاته والطائر. طب وشايفين برضو شعار وزاره الشباب والرياضه طبعًا. وشعار الاتحاد المصري والاتحاد الدولي وده شعار الاتحاد الدولي صح. انت حاطط الثلاثه ك بارتنرز اساسيين مع حضرتك اساسي طبعا. طبعا. طيب وخلينا نقول برضو يعني اي شعار في البطوله الناس مرتبطه بيها مصر بالفرعنه طبعا ودايما يحبوا حتى انا يعني حتى البطولات الدوليه اللي بنعملها بطوله كاس الفرعنه الدوليه لان الناس مرتبطه بالفرعنه هويتنا اور هيستوري يعني احنا بنفرق ايه عن اي حد؟ تاريخنا. تاريخنا البلد دي اساسها تاريخها وعراقتها. هو ده دي مسج. ما هو احنا اتعلمنا كده في المدارس فبنحاول نوصل المسج دي بره. طب دكتور برضو يعني فرصه طيبه عندك 35 دوله، هل انت عندك خطه ترفيهيه لازم اللعيبه دي تروح تشوف الاماكن السياحيه طبعا بالتنسيق مع وزاره الشباب طبعا والرياضه؟ طبعا منسقين مع وزاره الشباب والرياضه. هي بس مش كتير مش يعني كتير. طب لا هي مجرد بس دي بتبقى جايه بالظبط بس عاملين لهم رحله للهرم ان شاء الله. عارف لان طبعا اللعيبه دي عندها فولورز كتيره جدا على السوشيال ميديا فيسبوك وانستجرام وتويتر، فلما اللاعب من ده يتصور البطوله السنه دي هتعمل ضجه اعلاميه غير مسبوقه. الناس اللي جايه كتير ودول قويه ولعيبه اقوياء وليهم فولورز كتير، فالناس دي السنه دي الموضوع هيختلف تماما عن السنه اللي فاتت. هيعمل ضجه في وسط الرياضي العالمي. ده بقى عايز انقل بقى لحضرتك لان احنا نسيناها شويه، بطوله الافريقيه للانديه. لا خش محتاجين نفتح الملف ده اتفضل. ده كان الاقتراح او البروجكت بتاعي جوه الاتحاد الافريقي في اول اجتماع مكتب تنفيذي ان احنا عندنا بطوله افريقيه في شهر 5. نعم. شهر 9 اللي جاي قررنا في المكتب التنفيذي في الاتحاد الافريقي ان احنا نعمل اول بطوله افريقيه للانديه. برافو. لان اي رياضه بالظبط اي رياضه نادي جهاز فني لاعب دول الثلاث معطيات. احنا في رياضات كتير فرديه النادي مش مشترك. لاعب بيكبر اول ما يخلص اول ما يعدي ال 14 15 سنه بيلعب منتخب. نعم. بيبدا يلعب مع الاتحاد النادي. صحيح.
طلع بره المعادله. فانا النهارده عملت دي عشان ارجع النادي جوه المعادله بين كلنا مع بعض. طيب نادي مثلا زي النادي الاهلي النهارده هيشارك، عايز يكسب بطوله افريقيا. لا ده انا كده هو مستفيد وانا مستفيد، ما بقتش انا بس اللي حرع على اللعيبه. نعم. انا وهو حتى لو انا برعاهم بس ايد لوحدها مش هتسقف. انت خليته طرف في المعادله لازم. والبطوله دي مش هتبقى افريقيا بس، هتبقى بطوله افريقيا للانديه المفتوحه في انديه من اوروبا جايه. وده البروجكت الثاني اللي انا مقدمه للاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي للجمباز بيعمل بطولات عالم كلها للاتحادات والمنتخبات. البروجكت بتاعي اللي انا بعرضه على المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بطوله العالم للانديه كبار وناشئين. لو دي اتحققت الرياضه دي هتروح في حته ثانيه على مستوى العالم. صحيح. انت لفت نظر حاجه يا دكتور فنان، جمباز دايما تشوف منتخبات ما تشوفش انديه. بالظبط. ما تشوفش انديه خالص. هقول لحضرتك حاجه، قوه الكره في الانديه مش في الاتحادات، لان هي اللي بترعى. بالظبط. الدوري بتاع الانديه هو اللي جامد. انت في الاخر كمنتخب بتلم لعيبتك وتروح تلعب. بالظبط. انما كده مين اللي بيعد اللعيبه؟ بالظبط. الدوري. بالظبط. برافو عليك. صح. هي دي اللي لازم ننميها. وده البروجكت خلاص خدت بيه قرار مكتب التنفيذ. ده قرار خلاص ان شاء الله هيتلعب في نفس الصاله دي. طب انت عندك استيميتد يعني فيجن ممكن كام فرقه تشارك؟ يعني ممكن نخش في نفس العدد ده. كم فرقه الانديه ولا كم دوله؟ لا انديه. لا كتير كتير كتير. طب كتير. طب اسال سؤال تاني، هل عندك مثلا، بحلم معاك ان شاء الله، بحلم يا دكتور، انت خليتني احلم بصراحه يا دكتور بقى هتخليني يعني اخش معاك. هل مثلا ممكن تعمل زي مجموع جوائز يبقى في رعاه للبطوله زي دي؟ بص في اللي فات انا ما اشتغلتش في موضوع الماركتنج بتاع الجمباز، لان في الاول وفي الاخر ما كانش عندك، مش قادر توري الناس سلعة. فين انا بتكلمهم في حلمي. طب احنا هنعمل النهارده بقى في زي ما احنا قاعدين النهارده، حضرتك بتتفرج على بطوله السنه اللي فاتت، كمان اسبوعين ثلاثه هنتفرج على البطوله السنه دي والسنه اللي فاتت. لما اجي النهارده عندك سلعه بالظبط وبرده المشكله اللي حصلت لي السنه اللي فاتت، فين الجمهور؟ كورونا كان بابل. فانا النهارده مش قادر اماركت البطوله ديت لحد. اقول له ده انا كان عندي 10000 ده حتى المصورين كانوا بيتعمل لهم تيست. بالظبط. فانا النهارده ان شاء الله انا متوقع ان الصاله واحد ان شاء الله هتبقى مقفوله كامله، هنشوف جمهور للجمباز. بالظبط. حاجه زي بره. بالظبط. لو ده حصل اقدر ابيع. لا انا الناس هي اللي هتيجي تشتري. حلو. الناس اللي هتيجي تشتري. ما انت عندك سلعه خلاص. بالظبط. طيب يعني انت دلوقتي يا دكتور بتتكلم ان انت عايز تعمل مشروع افريقي يضم الانديه كلها وهتشجع دول كتير. عملته خلاص. احنا داخلين على التنفيذ. تنفيذه في شهر 9. اه. ومش كده بس، انت بتشجع دول افريقيه. بالظبط. كانت اللعبه كانت تكون عندها ماتت، لان بالزبط. خلاص هو مش شايف اي دي حقيقة. اي امل. صح. انا ما عنديش امل دلوقتي. صح. لا انا هاجي العب قدام نادي اهلي. هاجي العب قدام مثلا نادي جزائري، انا ما اعرفش مين الانديه الكبار في الجزائر. ومن 3 4 اسابيع عملنا عقد رعايه للاتحاد الافريقي مع شركه صينيه هتوفر للاتحاد الافريقي او للدوله اللي هتعمل فيها البطولات كل الاجهزه والمعدات بتاعتها فور فري. انا بكلمك في يعني ملايين في جاي مصر حوالي من 26 ل 30 مليون جنيه اجهزه. ده ملايين. لان الجهاز يعني احنا هندفع يعني رقم بسيط جمارك، مش يعني هندفع مثلا حوالي 2 مليون او 3 مليون جنيه باجهزه ثمنها 26 مليون. بالظبط. هو ده الفكر بره الصندوق. هيوصلوا يوم 18/4 هيوصلوا مصر ما شاء الله. ده كده يكونوا اتشحنوا خلاص. لا خلاص يعني كده خلاص المفروض هم بيتشحنوا يوم 17. ده انت ما شاء الله دول جايين لمصر اجهزه ب 26 مليون جنيه. هتعمل نفس ده؟ انا بكلمك من 2017 ما كانش عندي جهاز. النهارده بقى عندي اجهزه كاس العالم اللي دعمتها الوزاره وجايبها فور فري. معلش يا كابتن فور يعني جايبها فور فري. يعني معلش انا لما ادفع يعني جمارك او رسوم بسيطه ايا كانت انا جايب الاجهزه دي ببلاش. انت مش مكمل يعني 20%؟ ما كملتش 20% من ثمنها يعني. دي كانت حاجه كويسه الحمد لله ربنا كرمنا بيها واتنفذت وداخلين عليها يعني. طب انا عايز احكي لكم قصه يا ساده المشاهدين مع الدكتور ايهاب. الدكتور ايهاب يمكن يضحك. انا عايز اقول لكم دكتور ايهاب يكاد يكون ما بينامش بأمانة. دي حقيقة. انا بقول لكم بأمانة. وتفتكر يا دكتور، بس على فكرة انا بحب، بص انا بحب الرياضة، بعشق الرياضة والعمل واضح الشغف اللي حضرتك بتتكلم بيه. بالظبط. من وانا يعني من وانا صغير وانا بلعب، بعد كده حكم دولي. انا دخلت كنت اصغر حكم دولي على مستوى العالم، خدت تحكيم دولي وانا عندي 19 او 20 سنة. قعدت 20 سنة بحكم.
حكمت اولمبيات ناشئين يعني الحمد. جيت في تايم قلت خلاص المرحله دي خلصت انقل لحاجه ثانيه يعني واخد الامور تدرج وبوصل لنقطه معينه خلصت هنا بسيب المكان ابدا اخش. بس الاهم من ده كله ان انت ازاي تطلع كوادر معاك كل ما بتعلم ده انا بقى يا دكتور انت بتاخد معاك كل ما بتعلم ناس بالظبط كده كل ما بتعلم ناس يا سيدي انا 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 مش احسن واحد انا وحش بس هتعلم خبرتك لغيرك لما يجي مكانك هيعمل افضل يكمل لان برضو يعني هيجي يوم النهارده واقول انا خلاص سبت المكان ده اكيد هتزعل لو لقيته هيقع طبعا فلازم يبقى في ناس وكوادر تقدر تكمل. طب تقول يا دكتور يعني للاتحادات اتكلم بكل صراحه للاتحادات اللي بتلجا لسياسه الاقصاء مجرد انه عايز يحتفظ بمكانه يعني ايه اقصاء يعني يجي يقول لك انا المجموعه دي واي حد شايف ان في كادر انا هدي مثال بسيط انا المدير الفني للمنتخبات القوميه في 2017 كان واقف ضدي في الانتخابات بس عشان هو كفاءه قلت له تعالى مش عشان حاجه ثانيه اقصاء عن ايه انا مش عارف عن ايه انا يقول لك انا رئاسه الاتحاد عايز اقعد رئيس الاتحاد هقول لحضرتك حاجه كل ما تكتر المشاكل اعرف ان الناس دي ما بتشتغلش صح احنا اتحاد الجمباز مفيش وقت ما عندناش احنا بنقعد مع بعض بالعافيه احنا تليفونات الجروب بتاع الواتساب اجتماعات متابعات على طول لجان شغل يعني وتخلص من دي تخش بيه نائب رئيس الاتحاد موجود كان يعني انا بقالي 3 ايام مثلا او الاربع ايام اللي فاتوا في اسكندريه هو موجود في القاهره بيحضر بطولات وبينقي المجموعه الجديده هو دكتور علاء حامد للمنتخبات الجديده قبلها باربع خمس ايام الدكتوره لمي علي عبد الرحمن موجوده في بطولات الفني بنات كل واحد فينا في حته مفيش وقت مفيش وقت انت عايز جيش على الجيش اللي معاك فاحنا متخانقين عليه بالظبط وهقول لحضرتك حاجه في اماكن تكفي الناس كلها بس مين يشتغل الله ينور عليك يا دكتور اللي عايز يشتغل مش هيدور على مشاكل والكلام يعني شغل فين الشغل وبعدين في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم في عمل عام وعمل تطوعي تطوعي لو ما عندكش القدره ان انت تدي وتفيد المكان يفضل ان انت ما تبقاش موجود خلي غيرك يعني اديله يعني الفرصه بالظبط بس خليني بقى احكي القصه كان عندنا حلقه وكنا متفقين مع دكتور ايهاب امين وكان المفروض هينورنا ويشرفنا القصه دي يعني بنقولها الاول السنه اللي فاتت في كاس العالم ايوه والله ينور على حضرتك والله العظيم وكنا متفقين وقاعدين هنتكلم عن كاس العالم وبتاع وبعد كده بنكلم دكتور ايهاب دكتور ايهاب ما بيردش دكتور كلمه تليفونه مقفول فجاه التليفون اتفتح وبيكلمه ما بيردش رد علينا قبل الحلقه بخمس دقائق ايه يا دكتور وضع قال لي والله العظيم انا نمت ما قدرتش انا جيت من اجتماع جيت انا كان بقالي مثلا خمس ايام ما نمتش وقلت انا هطلع انام ساعه وانزل ارجع لان كنت لا انا بقالك 48 ساعه مطبق كنت شايف وكنت خلاص دخلت نمت انا يومها انا قمت اتخضيت خضه بس احنا عذرناك ولا يا دكتور اه والله بس واحنا يعني كنا مقدرين والله ما كان يعني لا طبعا يا دكتور احنا عارفين انا قصدي اقول ان اللي بيشتغل فعلا ما عندوش وقت يعني ما عندوش وقت ينام بالظبط اسم مصر اسم كبير جدا يا دكتور ولازم نضحي بالغالي والنفيس عشان نحط مصر قدام حاجه افتتاح البطوله دي واحنا بنفتتح البطوله انا بالنسبه لي خلاص انا حققت اللي انا عايزه ساعه ان لاعب في مصر ياخد ميداليه يعني انا عندي مشكله مثلا النهارده علي عنده اصابه قويه جدا يعني يا رب الف سلامه خد ميداليه السنه اللي فاتت خد ميداليه السنه النهارده الاصابه هتمنعه يعني انا لدرجه ان انا قلت له شوف نفسك لحد قبل البطوله بيوم ممكن ابدل اسمه في التسجيلات لحد النهارده لان اصابته تقيله يا عيني بيحارب السن ده برضو يعني طبعا الريكفري اصعب الريكفري اصعب بالظبط كده نانسي النهارده عندنا مجموعه جديده من البنات والولاد شباب يعني ربنا يكرمهم مش الهدف برضو ان انا اخد الميداليه على قد ما انا احنا طول ما احنا بناخد خطوات لقدام بالظبط طول ما احنا بناخد خطوات لقدام يبقى احنا كده ماشيين مظبوط طول ما انا عندي كوادر طالعه لعيبه منتخبات جديده هو ده هو ده الهدف بالظبط لعيبتي بتزيد بهتم مين يكسب ومين يخسر مش دي يعني هتكسب يعني صدقني الطريق اللي انت ماشي فيه ده يا دكتور هتكسب ان شاء الله في النهائي طالما انت شغال هتلاقي في يوم هتجني الثمار اللي انت زرعته لان انت بتباصص لقدام هقول لحضرتك حاجه مفيش انجاز حصل في اتحاد الجمباز مش انا يعني احنا تيم صحيح يعني انا بليد بس في الاخر كل اللي موجودين تيم ورك كل الناس بتحب بعض نعم كل الناس بتساعد بعض عشان كده في نجاحات ناس بقت موجوده في الاتحاد الدولي ناس موجوده في الافريقي في العربي ان شاء الله في الفتره اللي جايه يعني عندنا
الناس بتساعد بعض ان شاء الله. وده قوه الاتحاد. دكتور احنا مجهزين مفاجاه لحضرتك، خلينا نطلع فاصل اعزائي المشاهدين وهنجهز مفاجاه للدكتور ايهاب امين كاحد كوادرنا الرياضيه المميزه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. احنا زي ما قلنا في الانترو ان ما بيفوتناش ابدا كبرنامج الابطال ان احنا نكرم كوادرنا الاداريه اللي حطت مصر في حته ثانيه. والحقيقه مش بس المنظومه لاعب فقط، ولكن على راس المنظومه الرياضيه بيبقى فيه اتحادات كل لعبه، والاتحاد اللي بينقل لعبته في حته ثانيه الحقيقه لازم يكرم ولازم نقف جنبه. ومش بس كده، حتى رئاسه الاتحاد الافريقي فهو حدث نقل المقر الاتحاد الافريقي لمصر تاني، واللي كان حلم كبير الاتحاد الافريقي للجمباز بعد ما كان في الجزائر بيتنقل لمصر، كل دي احلام الحقيقه اتحققت على ايدك يا دكتور. يعني احنا مش عندنا ما عندناش كلام نقدر نقوله غير متشكرين يا دكتور. انا مش عارف اقول لحضرتك يا المفاجاه الجميله، وده احلى تكريم بجد يعني، ومفاجئ من غير ما اعرف يعني. لا ده شرف ليا وبجد يعني تكريم حضرتك والقناه ليا، والتكريم ده مش ليا لوحدي، ده الاتحاد المصري للجمباز وكل الزملاء في مجلس الاداره وكل الناس المنظومه كلها. بشكر حضرتك قوي قوي يعني. واحنا معلش بنقدم طبعا بوكيه ورد لحضرتك بلون النادي الاهلي اللون الاحمر. ربنا يخليك. واستاذن حضرتك نقطع التورته مع بعض يا دكتور، وحضرتك تمسكها بايدك بقى من الجنب من هنا كده. اتفضل يا دكتور. ايوه جمباز بقى وما شاء الله. أيوة. البالانس عند حضرتك عالي. تمام، تسلم ايدك يا دكتور. تسلم ايدك والف مليون مبروك على الفوز برئاسه الاتحاد الافريقي. الله يبارك فيك. الف مليون مبروك تنظيم كاس العالم اللي فات بشكل مشرف. الف مليون مبروك استضافه مصر لكاس العالم القادم، وان شاء الله يبقى افتتاح يليق باسم مصر ان شاء الله باذن الله. الف مليون مبروك لعوده او مش لعوده لقدوم مقر الاتحاد الافريقي للجمباز في مصر. الله يبارك فيك. بشكرك يا دكتور. بشكر حضرتك وبشكر البرنامج والقناه وكل الساده المشاهدين. ان شاء الله اللي جاي احسن إن واقوى ان شاء الله. ان شاء الله نورتنا وشرفتنا. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. ربنا يخليك. متشكرين طبعا يا دكتور. متشكرين اعزائي المشاهدين. ده كان لقائنا النهارده مع الدكتور ايهاب امين رئيس اتحاد الجمباز المصري ورئيس الاتحاد الافريقي للجمباز وايضا عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، احد الكوادر الرياضيه المميزه اللي بيشتغل وبيجتهد عشان يرفع اسم مصر. بنشكركم على حسن المتابعه. انتظرونا في حلقات جديده مع الابطال وكوادر مش بس لعيبه ولكن كوادر في كل المجالات. بشكركم شكرا جزيلا.